دكتور محمد الفايد دائما يقول أنا لا أتهجم على العلماء اسمعوا كده الفايد يتهجم على العلماء ليس هناك شريط أتهجم فيه على العلماء أنا قلت ليس لدينا علماء فقط <applause> يقول لك أنا لا أتهجم على العلماء يقول لك ليس علينا علماء عندنا أي جهلاء ليس لدينا علماء يعني الأمة ضلت الآن أمة في ضلال مبين أكثر من, من أنه أنت تتهجم عليهم أنت لا. أنا هطلب منك طلب أنك تتهجم على العلماء تطلع كده تقول فلان الفلاني باسمه هذا فيه كذا وكذا وتبين للناس هذا حق الناس عليك مش تجمع العلماء كلهم في سلة واحدة وتسيب الناس تايهين بدون علماء لا زي ما أنا عملت كده أنا أخدت محمد الفايد لوحده ما حطيتكش مع خمسين واحد وهؤلاء لا شغل اللي هو طاقية الإخفة دي اسمع بقى هو هنا بقى بيقول لك أنا لا أتهجم على العلماء صحيح أنا ليس لدينا علماء صحيح ليس لديهم علماء ولكن لم اتهجم على العلماء جميل لماذا هكذا الناس يعني يلبسون على الناس يعني لماذا 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 لماذا, لماذا الكلمات فقط من اجل الكسب لا بارك الله في كسبهم كانوا يكسبون من الكذب طيب اذا ال 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 الدكتور محمد الفايد لا يتهجم على العلماء طيب نسمع هنا هذا الفيديو ولن يرغمني شخص ان اتبع الالباني لا زلت اؤكدها لكي نكون واضحين ترغم عليا نتبع الالباني لا اتبع الالباني لكن لا اسبه ولا اشتمه لكن لا اتبعه جميل ونزيد ناكد لك نطح الحيط حاضر هننطح الحيط انا اسالكم سؤال لما يكون واحد في كل لما نطلع لكم في كل محاضره بسبب او بدون سبب يا جماعه خلي بالكم ركزوا في هذا النقطه انا عايز اوريكم التكنيك اللي هو بيستخدمه اطلع اقول لكم ايه في كل محاضره انا بتكلم مثلا هنا في فيديو عن الغرب كل ما اطلع اتكلم معاكم أنا لن أتبع فلان الفلاني، الشيخ الفلاني الفلاني، أنا لن أمسير خلف هذا الفلان. أليس هذا فيه نوع من الانتقاص منه؟ أن كل شوية عمال تقول للناس لا تتبعوا الألباني، لا أنا لا أتبع الألباني، طب يعني إيه يعني الرجل يعني إيه يعني؟ قول للناس هل بين الناس. يعني كأنك أنت تعرض به دائماً، كل مرة كل مرة. نسمع هذا الكلام، اسمعوا هذا الكلام هنا. فانظروا هذا الحديث يعني ربما عليهم ربما منكم من لم يسمعه او ربما حتى هؤلاء الذين صدعوا اذاننا يقرؤون النص ويبداون فيه اسماعيل بن مسعود واسماعيل بن مسعود من التوقات طبعا هو يسخر من علم الحديث الذي نقله العلماء يعني ليه انت لولا هؤلاء العلماء ما جاء اليك هذا النص الذي تسخر منه والذي تدعي انك الوحيد المتفرد بتفسيره يا عمي ماشي هؤلاء نقلوا لك النص جزاهم الله خيرا وانت فسره ما حدش منعك وتقي ورواه كذا وصححه الالباني دائما الالباني هو الذي يصحح صححه الالباني تجدها في جميع الكتب يعني هذا هذا الاسهال تجدون اسهال الله يعملوا لنا اسهال بهذا الالباني هذا طيب بالله عليكم اليس هذا انتقاص للشيخ الالباني؟ طب لماذا اسالك سؤال لماذا كل الكتب الان فيها صححه الالباني حتى في الازهر وفي المغرب وفي السعوديه وفي اوروبا وفي اندونيسيا وفي تركيا صححه الالباني وكذا لماذا انتشر علم هذا الرجل بهذه الطريقه مع العلم انه لم تكن خلفه دوله يعني لا كان في السعوديه ولا كانت الحكومه السوريه تدعمه ولا كانت الحكومه الاردنيه تدعمه كان رجل لوحده كده بيجلس مع مع الشباب يتكلم معهم واخرج كتب كتب الله سبحانه وتعالى له القبول وهذا تخصصه أنت ماذا فعلت؟ يا رجل أنت أصلا ما في حد راضي يستقبلك، أنا سمعتك مرة بتتكلم إنه ما حدش راضي يستقبلك وبتزعم بتضحك على الناس وتقول لهم إنك أنت إيه؟ إنهم مش عاوزين بقى إيه؟ إن أنا أكشف لهم الحقائق وكذا، ترى يا زلمة أنت لو عندك علم حقيقي وعلم يفيد الأمة ويفيد العالم لأخذتك ثلقفتك مراكز الأبحاث العالمية. أنت يوتيوبر موجود على اليوتيوب فقط، أنت يعني مجرد يوتيوبر. أنا بقولها لك بمنتهى الوضوح، الشيخ الألباني رحمة الله عليه تختلف أو تتفق معه، بالمناسبة يا جماعة أنا لست أنا لست من يقيم الشيخ الألباني، لكن هناك علماء اختلفوا معه وخطأوه في أمور، بل في حياته يعني أنا صدمت لما كان في مناقشة مع أحد طلابه وتراجع في إحدى المقولات أو التصحيحات بسبب أحد طلابه، يعني طلابه كانوا بيناقشوه وبيرجعوه، هذا رجل عالم متواضع، إيش مشكلتك معاه؟ كتب الله سبحانه وتعالى له القبول انت لما تتكلم بهذه الطريقه عنه انت هنا تسقط هيبه هذا الرجل في نفوس الناس يا عم ما تتكلم ما تتبعش الالباني ما حدش قال لك اتبع الالباني الناس هاجموك لانك شتمت الالباني واتهمته بالتشيع بعض الناس هيتفاجئوا الان ان الرجل يتكلم عنه أنه شيعي ارجعوا اقراوا بتدقيق ما يقوله الالباني ستجدون انه ليس فيه رائحه الشيعة متشيع بطريقه غير مباشره ونحن نفهم اللغة العربية جيد، ونفهم يعني الأشياء كيف 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 تتم لأن صلة الوصل اللي كاينة ما بين الشيعة وهذه السلفية طبعا في السلفية هي اللي لعبت الدور الآن تلعب دور بدون أن تشعر تريد الآن يعني أن تكون جسر ما بين الشيعة والسنة وهو منطقة متناقضان لا يلتقيان الشيعة والسنة لن يلتقوا أصلا لن يلتقوا طيب هذا الكلام خطير جدا يا دكتور محمد، أول شيء أنت اتهمت الدكتور الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنه متشيع، وقلت لهم اذهبوا واقرأوا كتابه، أي كتاب؟ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كتاب صلاة التراويح؟ ولا كتاب التوحيد أولا يا دعاة الإسلام؟ ولا كتاب فضائل الشام ولا كتاب التوسل ولا إرواء الغليل ولا السلسلة الضعيفة ولا السلسلة الصحيحة ولا صحيح السيرة النبوية ولا صحيح الترمذي ولا يعني التحقيقات صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلسلة الهدى والنور ولا أي ولا أي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أين نجد هذا التشيع أين نجد هذا التشيع يا رجل لماذا تطلق هذه الكلمات دون دليل هات ادله انا بالله هسال الناس الاخوه في المغرب لان انا عارفهم اكثر ناس متابعين للاخوه اللي بيردوا على الشيعة استحلفكم بالله يقول لك السلفيه هي الجسر بين التشيع وكذا استحلفكم بالله من الذين يتصدرون الرد على الشيعة الان على كل القنوات على اليوتيوب وحدهم دون ان يكون لهم منافس من هؤلاء تبع اي تيار وانا هشوف في الشات الان من الذين يتصدرون الان ويردون على الشيعه ويرفضون التقارب معهم؟ اكثر تيار متشدد جدا مع الشيعه وكان يهاجم من يقولون نحدث تقريب بين السنه والشيعه هم السلفيه. هم الذين يردون على الشيعه وهم الذين عارف مين اللي كان بيتقارب مع الشيعه؟ اللي انت بتايدهم بس انا مش هحب ان انا أف يعني مش مش عاوز ادخلك في مش عاوز اخلي الموضوع ده يدخل في السياسه. التيار الذي انت تدافع عنه وتؤيده يا دكتور محمد الفايد هو اول من دعا للتقارب مع الشيعة وهو اكثر تيار متقارب الان مع الشيعة ومتعاون معهم لا اريد ان احول هذه الجلسة الى جلسة سياسية حتى لا يعتقد احد اني اريد ان ادخل الاحزاب وكذا وكذا والاخوان وكذا. ما احب هذا الامر لا احب هذا الامر على الاطلاق وانا لا انسبه لاي تيار لكن هو هو على الاقل اذا اراد ان يهاجم التيار الذي يقرب يقول للناس نتقارب مع الشيعة ويمدح الخميني ويزور ايران فهذا التيار معروف ومشهور وما يعني مكشوف للعلن لماذا تستهدف الفئة الوحيدة التي كل المؤلفات الشرعية للرد على الشيعة أغلبها سلفية سبحان الله الصوفية أكثر ناس متقاربين مع الشيعة الأحاديث والأمور كل هذه الأمور معروفة أقول لكم ليه الدكتور محمد الفايت متضايق من, من الألباني تحبوا تاخدوا صدمة عارفين ليه الدكتور محمد الفايد حانق جدا وحاقد جدا على الشيخ الألباني هذه مفاجأة مفاجأة كبرى للمشاهدين عارفين ليه هو مقهور من الألباني اسمعوا هذا والله هذه من قبل الشيخ الألباني رحمة الله عليه أول ما شفته هو على هذا الفيديو عليه أنا عرفت لماذا هذا الحقد اللي في قلب هذا الرجل شوفوا هذا <applause> شوفوا بيضحك دائما لما يجي يتكلم على حد مثلا من العلماء بيضحك. هذه هذه وعلى ذكر هذو اللي كي لازم كي ينبحوا على الالباني. ينبحوا ينبحوا ينبحو يعني زي الكلاب، خلي بالكم اللي بيقول لك ما بيسبش، هذا آه يقول لك ينبحوا. راه الالباني عمل واحد السوء. ماشي. يعني واحد سوء الاخلاق وسوء السلوك. الالباني عمل واحد سوء السلوك وسوء الاخلاق، الان هذا ما بينتقص من العلماء يا جماعه، لا يطعن في العلماء. مع الحسن الثاني الله يرحمه وما قال لي والو. والالباني تصرف تصرف خاطئ. والسوء الاخلاق. سوء الاخلاق هذا يتهم الالباني انه سيء الخلق. اسمعوا سيء الخلق ده ماذا قال؟ ماذا فعل؟ الجريمه الكبرى التي ارتكبها الالباني. شوفوا يا جماعه. والسوء الاخلاق. بغيتوا عن تكلموا بالمعقول دابا الالباني رفض الضيافه الملكيه. اوه شي قال لك لا تواضعا لا سيدي ماشي تواضعا، سوء الاخلاق. قال التواضع سوء التربيه والعجرفه ديال ديال الالباني عندك مره في ريحه الشيعه الالباني راه داخل في المشروع الشيعه بطريقه غير مباشره هذا الشخص عنده يعني تصرفات خاطئه تصرفات سيئه تصرف سلوكات لن غير مقبوله يمكن عالم الحديث وكبير وكذا كان على الاقل يعني يعني يتصرف يعني بادب مع الملك كان يتادب مع الحسن الثاني لم يتادب مع الملك والاتباع ديالو كيقول لك لا تواضعا منه كيف تواضعا منه الملك رحب به ودار ضيافه ملكيه وخصص لي سياره وسائق وقال لي يعني احسن وطي برك فيه الالباني وكذا ملوك تربيه الملوك ماشي تربيه ما تشغل غنقول طيب يعني هل برايكم هذه جريمه تستحق ان انت تتهم الرجل في خلقه وفي تربيته؟ ماذا لو انت الان تتهم مثلا الامام ابو حنيفه ابو حنيفه رضي الله عنه رفض القضاء ويعني و... و... انتم بس يعني لو كتبتم في جوجل اكتبوا فقط في جوجل عن مساله الدخول على السلاطين ورفض العلماء دائما دائما العلماء يرفضون الدخول على السلاطين ادخلوا دوروا يا جماعه على هذا الموضوع هذا امر معروف ومشهور ان العلماء اهل الحديث الامام احمد بن حنبل الائمه الكبار يرفضون الدخول على السلاطين وكان السلاطين يستدعون العلماء منهم الإمام أبو حنيفة يا رجل اتق الله أنت الآن تطعن في علماء الأمة هو الرجل اتخذ موقف هو أخذ هذا تورع لو كان طالب دنيا ك... طبعا هو يعني مستاء جدا يقول لك بعت لك سيارة طبعا لو بعت لك سيارة لو محمد, لو محمد السادس بعث لك سيارة بكرة بتروح جري تجري طبعا أنا عندي مقاطع اللي هو بيمجد في الملك والملكية والقصة بس مش موضوع الحلقة يعني، ليس هو موضوع الحلقة، وليس هو أصلاً الحلقة ليس لها علاقة بهذا الموضوع. يعني أنت الرجل الرجل رفض الضيافة الملكية وجاء على نفسه والله هذا شيء شديد يا جماعة فتنة السلطان هذه فتنة كبيرة جداً إنك تكون مثلاً في دولة والملك بتاع الدولة دي يستدعيك عشان تذهب عنده وأنت ترفض هذا أمر يصعب على الإنسان أن يواجهه ده محتاج عزيمة كبرى من هذا العالم مش مجرد أنه هو عامل نفسه متواضع وكذا لا, يو... لا يصلح فيها الرياء لو كان مرائيا لو كان طالب دنيا لذهب لذهب على على رجليه الطار على الملك هو اللي يطلب اللي يروح عند السلاطين هناك علماء كثر تمدحهم مثلا يعني أنت تعتبر إنه مثلا بعض المؤسسات الرسمية مرة سمعته مرة بيقول هناك علماء في المجلس الأعلى يكرهون الألباني وهم علماء هو قالها سابقا مرة طيب هؤلاء العلماء أول ما يستدعيهم الملك هم أصلا بيتمنوا الملك ينادى عليهم يشوفوه بس يلمسوا إيده يسلم عليهم مش إنه هو يستضيفه فسبحان الله أنا بستغرب على هذا المنطق هو ده سبب حقد محمد الفايد على الشيخ الألباني أن الرجل رجل يحترم نفسه ويحترم علمه انه رجل عالم من علماء الحديث وهو قدوه للشباب والطلاب ولم يدخل على السلطان تاسيا بمن كان قبله من العلماء. وهذا الكلام فيه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على السلاطين، هناك احاديث تنهى احاديث نبويه تنهى عن الدخول على السلاطين. سبحان الله أنت إيش مزعلك يعني؟ الملك نفسه، يعني إيش علاقتك بالملك؟ يعني ليش زعلان يعني؟ يمكن الملك تقبل ذلك وفرح إنه فيه علماء لسه قائمين بالقسط ولسه بيرفضوا العطايا بتاعة الحكام، ما هو لما يروح لفضيافة الملك هياخد له كام ألف؟ ولا كام مليون؟ الملوك دول بيدوا بالملايين. رفض ذلك كله. بدل ما تمدحه، يعني والله يا جماعة صرنا في زمن صعب. بدل ما يمدح على هذا الفعل هذه هذه منقبه للالباني هذا شيء يمدح عليه ولا يذم عليه ابدا يا جماعه. والله هذه المساله منقبه انا اخشى على نفسي مره واحد اخ بيتناقش معايا بنتكلم عن احد المنشدين المشاهير الذين اصبحوا يعني يطبلون للحكام. ف واحنا بنتكلم بيقول لي بس ازاي هذا الشخص يحصل كده منه والكلام ده كله؟ فأنا قلت له والله هو وأتمنى يكون سمعني أخ فاضل هو من المتابعين قلت له يا أخي الكريم فتنة كبيرة جدا إنك تكون مثلا شخصية مشهورة أنا مثلا مشهور ومعروف أمام الناس ويستدعيني السلطان وأرفض يعني شيء فتنة كبيرة جدا لو رفضت هينكد عشتي وهي هتبقى حياتي صعبة فهذه فتنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منها ويعني الذي ينجو من هذه الفتنة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا نأتي على هذه المنقبة ونحولها إلى سوء خلق وسوء تربية ونطعن في الرجل ونقول متشيع وأن فيه شيعة وكذا إيش يا رجل حرام عليك يا رجل حرام عليك يا رجل حرام عليك استقل الله يا محمد الفايد اتق الله يا رجل ما حبيت أن أتكلم أنت لا تتهجم على العلماء أنت يا رجل تطعن في, في دين الرجل فقط لأنه رفض أن يدخل على السلطان ورفض استضافة السلطان إذا كان طالب دنيا والله لدخل على السلطان